تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. طبعا في هذا البرنامج نفتح آفاق الآفاق لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير خدمات هيئة الصحة بدبي من خلال مستشفياتنا، مراكزنا الصحية ومراكزنا التخصصية، وأيضا لتطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. إذن أرقام التواصل معنا على 600-55-1414 وعن طريق رسالة نصية على 4006. نزيل نبتدي معاكم حلقتنا بس بالتذكير بموعد التأمين الصحي اللي هو باقي عليه تقريبا أو مو تقريبا باقي عليه 16 يوم لانتهاء مهلة الانضمام إلى منظومة الضمان الصحي اللي كانت الهيئة مددتها حتى 31 ديسمبر الجاري. طبعا وقت التمديد هذا كان ليش؟ أساس أنه نعطي فرصة أكبر، ست شهور الهيئة عطتكم فرصة على أساس أن الواحد يصحح من أوضاع العمالة اللي موجودة عنده. الآن وصلنا للعد التنازلي، يعني لا سووا لي مثل كندورة العيد تتريون ليلة العيد، الواحد يسيركض قبل ليلة العيد يومين ثلاثة أيام يترجى الخياط يبغي خياط لك كندورة ما يستوي. ها كان عندنا ست شهور، فيلا عموما اللي ما أمن موضوع وايد بسيط جدا يا جماعة الخير، حتى الواحد عن طريق الانترنت يقدر انه يحط انه يأمن العمالة اللي عنده. قبل لا أخذكم في سلسلة الأخبار اللي موجودة عندنا، أعتقد معانا زميلة أسماء الجناحي ورسالتها الصباحية اليومية، هذه الرسالة اللي تتحدث عن حسابات هيئة الصحة بدبي أبرز ما فيها. تفضلي أسماء، صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور سرور أخي محمود. يا هلا، شو اليوم عندنا أبرز الشغلات في السوشيال ميديا؟ بس نحب نذكر المتابعين حسابنا في قنوات التواصل الاجتماعي لتويتر وإنستغرام وسناب شات بليسكوف ودي إتش إيه أندرسكور دبي، أما بخصوص اللينكدين واليوتيوب والفيسبوك فهو دبي هيلث أوثوريتي. نبدأ برسالة صباحية نحن نحطها في كل صباح، وهي رسالة من الرسائل الإيجابية اللي نحن نتمنى فعلًا أن الناس تبدأ فيها صباحها. رسالتنا اليوم تقول: ابحث عن طرق وتقنيات تساعدك في تخفيف ضغط العمل لديك، فالابتكار الحقيقي ليس في العمل الكثير ولكن في العمل بذكاء أكبر. يعني يقولون work smart don't work hard، صح؟ هذا هو، يعني اعمل بذكاء ولا وبجهد اقل تقريبا. غير هذا نحن من كم يوم توصلنا وايد ملاحظات، لكن يعني اشخاص يقومون باضافه حساب الهيئه لنصائح مغلوطه احيانا. نتمنى من الناس اذا وصلتهم اي معلومه سواء في التغذية أو في الصحة أو هاي الأمور الحساسة يلجؤون إلى جهة الاختصاص أو الشخص المختص، ما يأخذون النصيحة الطبية من بس شخص ما تعرف منه صاحب هذا الحساب، زي الحساب حسابات طبية بس ما تعرف منه وراء هذا الحساب. يا سلام، تأخذ معلومات يمكن تضرك ما تفيدك، ووايد ناس يسألون عن هالأشياء، لكن أتمنى فعلا أن أنت ترجع للشخص المختص، مش أن أنت تأخذ من حسابات
مش معروفة الجهة. بالفعل هذا موضوع اللي أثرتيه موضوع جدا مهم أسماء، لأن حتى عملية أن الواحد يستقي المعلومات عن طريق الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم يعني كل حد يا وصار مصدر للأخبار أن قام ينشر، وحتى أيضا الواحد تكون عنده مسؤولية خاصة فيه هو نفسه أن ما ينشر مثل هذه المواضيع إلا إذا كان متأكد منها وصادر من جهات رسمية، يعني حتى المساهمة في الإشاعات نفسها بغض النظر عن المعلومات الصحية والطبية، فهذا موضوع جدا مهم. على الأقل يكون دكتور معلوم إنه واحد ما نعرف منه صاحب الحساب. صحيح صحيح. غير هذا نحب إن ننوه بعد من الرسائل نحن كنا حاطينه وهي بتذكر صارتنا الأخيرة اليوم أخوي محمود، إن كنا حاطين نصيحة للمسافرين هالفترة وايد ناس يبغون يسافرون، لكن قبل ما يسافرون بأسبوعين نتمنى يتجهون أو يزورون عيادة المسافرين في هيئة الصحة عشان يأخذون التطعيمات اللازمة قبل ما يروحون أي دولة. جزاك الله خير يا أسماء، ويعني من الرسائل الجميلة والمداخلات الجميلة اللي نحرص عليها في برنامجنا كل يوم. أسماء في عندي شغلة أخيرة، الله يخليك كثفيلنا شوية موضوع الشركات اللي تقدم باقات الضمان الصحي عندنا في السوشيال ميديا، أدريكم تحطونها بس كثفولنا إياها زيادة حق المستمعين. إن شاء الله إن شاء الله. مشكورة يا أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا عندنا في هيئة الصحة بدبي أو مسؤولة الإعلام الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي. أيضا مستمعينا، صحة دبي استحدثت خدمة لفحص السمع بمركزي ند الحمر والبرشة. هذه الخدمة جديدة لفحص السمع في هذين المركزين، ليش؟ يعني جاءت ضمن الجهود المستمرة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان من الخدمات الصحية. والخدمة الجديدة اللي تستهدف كافة المراحل العمرية التي ستساهم إن شاء الله بشكل فاعل في تقليل الضغط على مستشفيات الهيئة وتقليل وقت الانتظار للحصول على الخدمة والكشف المبكر عن الأمراض السمعية لدى مختلف الفئات العمرية. أيضا في خبر جميل يقول علماء أمريكيون من جامعة كاليفورنيا زين قالوا أنه يفضل الاحتفاظ بأسنان الأطفال اللبنية بعد سقوطها والاعتناء بها لأن الصغار قد يستفيدون منها مستقبلا، مو مثل هذا اللي يحطونه تحت المخدة وميك وش وتمنى أمنية، لا، هذه علميا يقول لك يعلل المختصون هذا بأن أسنان الإنسان تحتوي على خلايا جذعية قد تستخدم لتجديد نسيج الأسنان أو لتجديد النسيج للأسنان. طبعا الأسنان اللبنية لدى الأطفال قيمة خاصة لأنها تحتوي على خلايا جذعية من أنواع مختلفة، بينما تحتوي الأسنان لدى البالغين على نوع واحد من الخلايا المذكورة، لذلك ينصح المختصون بالاحتفاظ بالأسنان اللبنية مجمدة في الثلاجة. يعني من اليوم رايح اللي عنده عيال يعني يخلي الضرس ماله عنده منها للذكرى ومنها ممكن يستفيد منها يعني مستقبلا. عموما نحن ما نطلع فاصل مستمعين الكرام، بعد الفاصل إن شاء الله عندنا موضوع آخر ما نتكلم فيه عن يعني آلية عمل جديدة استحدثتها أحد مستشفيات الهيئة، ما نتكلم عن هذه الآلية وما نتكلم كذلك عن يعني مواضيع أخرى في القادم من البرنامج. لذلك اللي حاب يتواصل معانا على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معانا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. إذن مستمعينا يعني ما نتكلم على موضوع جميل، بس قبل ذلك التمريض يقولون عنه هو فن وعلم وإنسانية، وهو إمداد المجتمع بخدمات معينة علاجية في طبيعتها تساعد على بقاء الفرد صحيحا كما تمنع المضاعفات الناتجة عن الأمراض والإصابات. طبعا له جانب فني
وفي جانب معنوي يعني نفسي واجتماعي كذلك. فهذه تحية لكل الممرضات في العالم وكل من يعمل في هذه المهنة التي تعتبر من أكثر المهن إنسانية. فالممرضين ينقذوا حياة الناس، وأيضا هم الواجهة والخط الأمامي لفريق تقديم الرعاية الصحية. عندهم استقلالية تامة، يقيمون فيها ويراقبون المرضى ويتخذون طرق ونهج يعني شامل لتحديد ما يحتاج المرضى، لما يحتاجون المرضى على أساس أن يحافظون على صحتهم. ليش هذه المقدمة؟ هذه المقدمة لأن اليوم ما نتكلم عن برنامج مسؤول المرضى. هذا البرنامج اللي تم إطلاقه للممرضات في العيادات المختصة. أنا أبغى أتعرف أكثر عن هذا البرنامج مع ضيفتنا عبر الهاتف. معانا الأخت نعيمة معلم، مشرفة تمريض من مستشفى راشد، بتكلم معانا عن هذا البرنامج. صبحت الله بالخير نعيمة. السلام عليكم، صباحك الله بالنور أخويا محمود، كيف حالك؟ نحن عادة سامحينك، كنا نتمنى ندريبك اليوم إجازة، لكن قلنا ما نتكلم عن هذا الموضوع لو حتى عن طريق الهاتف، فما ناخذ من وقتك يعني 10 دقائق اذا ما عندك مانع. حياكم الله. يسلمك. اول شيء انا هذا يعني ما ابغي اتكلم عن التمريض بشكل عام، على كثر ما ابغي اتكلم عن هذا البرنامج. نعيمه، شو هو هذا البرنامج؟ يعني شو فكرته؟ ان شاء الله. الله يسلمك. البرنامج عباره عن برنامج جديد تم استحداثه من قبل إدارة مستشفى راشد وإدارة التمريض عندنا. الغرض منه تطوير الخدمات الصحية التخصصية اللي تقدمها المستشفى للمرضى والمراجعين، عيادات وأقسام المستشفى التخصصية. وهذا كله الله يسلمك أخوي محمود في إطار سعي المستشفى لتقديم أفضل الممارسات والخدمات الصحية والطبية على المستوى العالمي، لأن يعني تقريبا في دول عالمية نفس الشيء قاعدين يقومون بنفس الدور ونفس البرنامج، وكان له مخرجات ونتائج جدا حميدة وطيبة في رفع مستوى سعادة ورضا المتعاملين والمراجعين. يعني أنتوا الحين في هذا البرنامج أنتوا شو يصنفونكم، دكاترة ولا ممرضات؟ ممرضات مسؤولة التمريض يعني عن هذا الموضوع. طيب عبارة عن الممرض أو الممرضة المسؤولة عن متابعة حالات المرضى في العيادات والأقسام التخصصية. طيب شو الفرق بينك وبين الموظفة العادية، أو شو الفرق بين الممرضة العادية والممرضة اللي ضمن هذا البرنامج؟ الممرضة العادية عادة تكون موجودة في الأقسام داخل الأقسام ومع المريض بعد دخوله للمستشفى، وتقتصر متابعتها ورعايتها الصحية للمريض فترة وجوده داخل المستشفى. أما الممرضات الجداد المسؤولات رعايتهم لصحة المرضى ما تقتصر بس على فترة وجوده في المستشفى، لا، تبدأ من أول موعد للمراجعة في العيادة عندنا لين بعد إذا استدعت الحالة، مثلا يكون في جراحة أو متابعة تستلزم أن يكون داخل المستشفى، وحتى بعد طلوع أو خروج من المستشفى ومتابعة مستمرة دورية حتى هو في البيت، يعني مثلا عن طريق الاتصال، عن طريق ترتيب المواعيد المراجعة الثانية اللي هي في العيادة وهكذا. يعني تقدر تقول أنها متابعة شاملة وكاملة. جميل. عشان كذا نحن نقول يعني مهنة التمريض تطورت لدرجة أن أصبحت من المهن اللي ما في مجتمع ممكن أن يتخلى عن هذه المهنة. ليش؟ لأن يعني هذا التطور الكبير اللي حصل صار الممرض عنصر أساسي في المستشفيات، وما يمكن إقامة أي يعني صرح أو أي عيادة أو أي شغلة من غير وجود الممرض. هني يعني أبغى أتكلم عن فوائد مثل هذه البرامج لدعم توطين هذه المهنة. الله يسلم. صحيح الكلام اللي قلته صحيح. احنا من اهم الاهداف اللي تشمل البرنامج هذا انه يكون في لنا مثل ما تقول فيوتشر كارير المبذولة في استقطاب وتشجيع وتعزيز الارتقاء بالتمريض الاماراتي، بحيث انه يكون عندنا ممرضات اماراتيات في مراكز قيادية في التخصصات المختلفة. البرنامج هذا كان من اهم المخرجات الايجابية للبرنامج هذا، رقم واحد انه
لاحظنا في زيادة كبيرة في مستوى سعادة ورضا المرضى والمراجعين، والدليل على ذلك أن صرنا نستقبل رسائل وشهادات شكر كثيرة من المرضى والمراجعين. قلل من فترة الانتظار بالنسبة للمريض فإنه يستقبل أو يتلقى الخدمات والاستشارات الطبية. رقم اثنين، تم تنظيم مواعيد المرضى بحيث العمليات أو مواعيدهم في العيادات وتسهيل إجراءات دخول المرضى. فالبرنامج هذا بعد يركز على أن عندنا ممرضين في مجالات تخصصية مثل جراحة الأعصاب، عندك جراحة البدانة، عندك جراحة العظام والإصابات، الجهاز التنفسي، يعني كلها في مراكز تخصصية، مو يعني مجال عام أو مفتوح التمريض العام. فأتمنى أن هالشيء يشجع أكثر المواطنين بأنهم هم يحبون مهنة التمريض وأنهم يدخلون مهنة التمريض. جميل. الحين أنا بتكلم عن ما شاء الله، أنت كم صار لك ممرضة نعيمة في هذه المهنة؟ الله يسلمك، تقريبا 20 سنة الحين. ما شاء الله عليك 20 سنة. طيب نعيمة، يعني خلال هذه الفترة كلها ما يأتي أي لحظة تبغين تقولين لا أنا شو الله دخلني هذه المهنة، ولا أنا ليش دشيت هذه المهنة ويا ليتني درست شيء ثاني؟ لا والله لا، بالعكس، يعني كل يوم يمر أحس إني أتعلق بالمهنة هذه أكثر من النتائج الإيجابية اللي أشوفها، سواء على مستوى المرضى أو على مستوى المجتمع نفسه أو حتى على إطار الشخصي والعائلي. وإن شاء الله الثاني أن كل مدى مثل ما تفضلت قبل شوي أن الخدمات التمريضية في تطور والأمور قاعدة تتحسن أكثر وأكثر، من ناحية التعليم، من ناحية توفر فرص العمل، من ناحية الدعم اللي قاعدة نحصل سواء على المستوى الله يحفظهم من شيوخنا، على مستوى الدولة والمسؤولين القائمين عندنا بهيئة الصحة ومستشفيات الهيئة وجميع المراكز اللي فيها. جميل. يعني شو أهم الأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها من يمارس هذه المهنة؟ أهم الأخلاقيات هي الأمانة. الأمانة في أن هذا عبارة عن يحافظ على أسرار المرضى نفسهم. أيوة. هذه مسؤولية على عاتق الواحد، أنه يحافظ على أسرار المرضى، يحافظ على كل ما يتعلق بحالة المريض، سواء يعني من أصغر شيء لأكبر شيء في ملف المريض. جميل. الصدق في التعامل، الاحترام. الله. احترام المريض، احترام الأخوة الثانية اللي معنا في المنظومة الصحية، هذه إن شاء الله اللي جدا مهمة. جميل. نعيمة، أنتم يسمونكم ملائكة الرحمة. الله يسلمك. إنزين، تعرفين منو أول ممرضة في الإسلام؟ أول ممرضة في الإسلام. أيه. الله يسلمك، نفيدة رفيدة الأسلمية. ها؟ إذا تتذكرينها، هذه من تعد الممرضة الأولى في الإسلام، واللي كانت يعني فاتحة أيضا في 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 أحد الرفيدة بنت كعب الأسلمية، كانت فاتحة تقريبا خيمة. أيه. غلطني في المعلومات. إيه، كانت فاتحة خيمة لمداواة الجرحى، وهي يعني لما أصيب سعد بن معاذ بسهم في معركة الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوه في خيمة رفيدة. صحيح. التي في المسجد حتى أعود. صحيح. فهذه لأن نصيبة بنت كعب انشهرت أكثر من رفيدة، معنى رفيدة كانت هي الممرضة الأولى. صحيح. رفيدة بنت كعب اللي انشهرت أكثر واللي أكثر معروفة بالنسبة للتمريض في التاريخ الإسلامي بعد. يعني حتى في ممرضين كانوا بعد كذلك. إيه صحيح. يعني في أيام الرسول يعني كانوا في ممرضين كذلك يعالجون المرضى. عموما نحن شاكرين لك هذه المداخلة، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق يا نعيمة، وإذا في شيء تبغين تضيفينه تفضلي. تسلم أخوي محمود، أحب أشكركم وأحب أشكر القائمين على البرنامج على اهتمامكم وتواصلكم، وندل على شيء يدل إن أنتم مهتمين ودائما متابعين أخبار التمريض والإنجازات اللي قاعدة تقدمها، وأحب أني أفتح هذه كدعوة للمستشفيات الثانية انهم يهتموا بالناحيه هذه، الناحيه التخصصيه، وخاصه ان
ما شاء الله دولة الإمارات الرعاية الصحية قاعدة تتطور، وحين التركيز بعد على اللي هي التخصصات مو بس على الطب العام، الطب التخصصي، ونحط إيدينا في إيدين بعض إن شاء الله بحيث إن نتقدم أكثر وأكثر ونقدم أحسن ما عندنا إن شاء الله. شكرا لك. كل عام بخير بمناسبة شهر الكريم هذا، شهر المولد النبوي، وأتمنى لكم إجازة سعيدة نهاية الأسبوع. شكرا جزيلا لك نعيمة معلم، مشرفة التمريض في مستشفى راشد، كانت تحدثنا عن برنامج مسؤول المرضى للممرضات في العيادات المختصة. أيضا مستمعينا بعد الفاصل إن شاء الله منطرح موضوع جميل جدا، موضوع في يعني الكثير من الإنجازات، وأيضا منفتح الباب لاستقبال أسئلتكم حول مستشفى لطيفة، مستشفى النساء والولادة في هذا المجال، وبتكون معانا بإذن الله الدكتورة دارين. بخبركم منو هي الدكتورة وشو اللي سويه بعد الفاصل بإذن الله. صحة وسعادة، بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله معانا مستمعين الكرام. طبعا أنا كنت بس أخذ جولة على الرسائل الموجودة اللي تينا على برنامجنا صحة وسعادة، اللي هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. طبعا مستمعينا أرقام التواصل معانا 600551414، أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وما أدري حمد شو ياس تصور، لكن عموما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تاريخ نهاية السنة الخاص بالتأمين الصحي يشمل عائلة الموظف؟ طيب الآن هذا السؤال جاوبنا عليه وأكثر من مرة جاوبنا عليه، لكن بعد يعني نجاوب مرة ثانية. يا جماعة الخير، أي إقامة صادرة من إمارة دبي في عليها مخالفة بعد نهاية السنة، يعني واحد واحد تبتدي المخالفات، أي إقامة صادرة من إمارة دبي. من الآخر، إذا عندك إقامة صادرة من إمارة دبي لازم تأمن، ماشي؟ طيب بخبركم عن يعني واحد صار يتحدث عن السياحة العلاجية بشكل كبير في إمارة دبي، وأيضا استقطاب أبرز الكفاءات العالمية في هذا المجال. ف يعني صارت مستشفياتنا في دبي بشكل عام، وأنا أتكلم عن مستشفيات هيئة الصحة بدبي، الناس يقصدونها من أقاصي الدنيا. يعني في عندنا تخصصات معينة، هذه التخصصات يعني مميزة جدا لدرجة أنها بدأت تستقطب مواطني الدول اللي كنا نحن نقول عنها هذه الدول متقدمة في المجال الصحي أو الطبي. احنا ما أدري متى جت هي هذه المريضة، بس هذه وحدة أمريكية جت تتعالج في دبي من بعد ما طافت أمريكا في أكثر من مكان على أساس أن يتدور على العلاج في بلادها، لكن اليوم يت تعالجت في دبي. أنا بعرف القصة، قصة الأمريكية هذه ليش يت دبي وليش بالتحديد مستشفى لطيفة، ودخلت قسم الأمراض النسائية جراحة المناظير. فهذه القصة كلها بتعرف عليها مع الدكتورة رزان عادل ناصر. دكتورة رزان هي أخصائية نساء وولادة بالمستشفى اللطيفة، هي اللي تابعت حالة هذه المريضة. فصبحت الله بالخير دكتورة. صبحكم الله بالخير وعساكم بخير كلكم. أنا حط السماعة دكتور عشان تسمعيني بشكل أحسن. أحسن جدا. هي إنزين، خبرينا هذه المريضة أول شيء، يعني أنتوا الحين عندكم هذا تيبون أمريكان وتيبون بريطانيين يتعالجون عندنا في الهيئة، فخبرينا ليش هذه اللي تركون بلدانا وميون عنا. إنزين، هالمريضة عمرها 42 سنة، عايشة بأمريكا عمرها كلها، فكانت تعاني هالمريضة من مرض نسائي انتباد البطانة الهاجرة. هالمرض باختصار إن خلايا من داخل الرحم تطلع وتكون موجودة على الأنابيب وعلى المبايض. هالمرض يتسبب بالتصاقات أكياس بالمبيض إلى آخره،
فنتيجة لهالالتصاقات وهالمرض المريضة تبتدي تعاني في العادة من آلام مزمنة بالحوض، آلام وقت الدورة الشهرية إلى آخره. فهالمريضة كانت تعاني من هالمرض اللي هو كان مشخصينها في بلادها في أمريكا، مسوي عملية في 2012 وشخصوها بهالمرض وسوت العملية، بس للأسف تم وياها الألم ما تحسنت. الألم كان عندها أكثر شيء بالحوض، وكان بعد عندها ألم على صوب اليسار من الريل. فتمت تسأل وتدور على أحسن أو أفضل كفاءات متخصصة لعلاج هالمرض بالمنظار. فالحمد لله توصلت لمستشفى دبي، لدبي مستشفى لطيفة. فكانت تتواصل ويانا على طريق الإيميل تطرح حالتها، فاستقبلناها ويتعدنا بالعيادة، شخصناها، يعني عرفنا إن هالمرض غالبا عندها ومؤثر على الأعصاب بالحوض، فعرضنا عليها العملية الجراحية. طيب أنا الحين يعني هذا المرض مو هو مرض نادر أو مرض يعني الواحد ما يملك له علاج دكتورة، بس إنه اختياره لإمارة دبي وتركت العالم كله، يعني هنا أنا بعدني أستفسر السبب أكثر شو هو بالضبط. صحيح هالمرض مو مرض نادر، بس العمليات أو العملية اللي تحتاج إن نسويها لهالمرض مو بسهلة. عملية وايد صعبة، تحتاج كفاءات عالية وتدريب عالي بالمناظير حتى إنه يتشل هالمرض بصورة زينة، إن المريض يتعافى. قبل المنظار كيف كانت تتم هذه العملية دكتورة؟ كانوا يسوون مثلا، ترى هي المنظار مو بجديد في هالمجال، بس مو بكل الدكاترة متدربين على هالنوع من العمليات، لأن هالنوع من العمليات والأمراض من أصعب العمليات، لأنها دقيقة جدا. نعم، لأنها دقيقة، لأن في يكون وايد التصاقات بالحوض، فالعملية تكون مو بسهلة. جميل. إذن أنا بس بذكر مستمعينا بأرقام التواصل معانا 600551414، وما شاء الله اليوم بعد عنا ميتة تركت الإخراج ودخلت في مجال التصوير ما شاء الله. فعموما أرقام التواصل 600551414 أو طريق الرسائل النصية على 4006. اللي حاب يتواصل معنا وعنده أي سؤال للدكتورة ممكن عن طريق الرسائل النصية بعد كذلك يتواصل معنا. الطرق العلاج دكتورة في هذا المجال، أنت ذكرتي أن علاج المناظير مو بشغلة جديدة، هي يعني موجودة، لكن التقنية والدقة هنالك ناس معينين موجودين، يعني ينعدون على الأصابع يمكن في العالم في هذا التخصص. نعم. من ضمنهم شو اسم البروفيسور اللي عندكم؟ البروفيسور فاتيز، أرنو فاتيز. أرنو فاتيز. فاتيز هذا يعني الهيئة استقطبته وأنشأت يعني قسم الأمراض النسائية جراحة المناظير مع هذا البروفيسور. دكتورة، وجود هذا البروفيسور في الهيئة بشكل خاص، يعني شو اللي أسهم في تطويره من خلال تواجدكم أنتم ككادر طبي معه تعملون في هذا التخصص؟ تواجد هالطبيب عندنا بالقسم أدى إلى أن مثل ما قلنا أن يعني أتاح المجال لمرضى كثير أنهم يون يتعالجون ويحصلون أحسن أو أعلى الكفاءات في العلاج لهالمرض وغيره من الأمراض بواسطة الجراح المناظير بالبلاد. فهذا شيء أتوقع وين. بالنسبة للأطباء أنتوا شو استفدتوا منه؟ هذه إضافة كبيرة لقسمنا. وإحنا بعد كلنا استوينا متدربين في هالمجال، فكنا نستوينا نشتغل هالعمليات كثير عندنا بالمستشفى أكثر من قبل وعلى تدريب كامل. جميل. أنا برجع للمريضة نفسها الأمريكية هذه، شو حالتها الحين؟ الحين هي بخير الحمد لله. يعني أول شيء علقت ثاني يوم عقب العملية إن الحمد لله الآلام تقريبا أكثر من 80% خازت، بالذات إنها كانت تعاني من الألم اللي على الريل اليسار، اللي هي كانت ناتجة إن المرض كان شوي ضاغط على عصب الريل، فإزالت هالمرض واستئصال الرحم فادتها كثير من هالناحية وصارت تستوي بدون آلام بالريل. جميل. دكتورة، يعني أنت ذكرتي بطانة الرحم الهاجرة أو المهاجرة على حسب المسمى الصحيح، لكن المرض هذا بالنسبة للنساء شو يعني أهم الأشياء الوحدة لازم تحتاج أن تعرفها عن هذا المرض؟
نعم. هالمرض أغلب الأوقات الأعراض اللي تتعرض لها الـ 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 المريضة إن يكون عندها آلام قوية وقت الدورة، وحتى مرات بدون الدورة غير وقت الدورة، آلام قوية وقت الجماع. فهالآلام تكون شديدة لدرجة إن بعد من المرضى مثل هالمريضة كانت تقول لك إن هالمرض والآلام كان مؤثر على حياتي اليومية، فما يقدرون حتى يمارسون حياتهم من شدة الآلام بالحوض. جميل. طيب شو هذه الآلام لها أعراض معينة دكتورة، يعني قبل الواحد لا يوصل يعني لنتيجة الآلام في أعراض معينة الوحدة لازم تنتبه لها قبل توصل مرحلة الخطر؟ لا صراحة، هي بس مجرد أن تكون في آلام قوية وقت الدورة غير الدورة وقت الجماع، ويكون بعد مرات عندهم مشكلة بالإنجاب. طيب الآن هذه بطانة الرحم المهاجرة ممكن تؤثر على خصوبة المرأة؟ نعم، في جزء من الحالات تتأثر على خصوبة المرضى. في منهم سبحان الله ما تتأثر وايد ويقدرون يحملون بصورة طبيعية، بس في جزء كبير منهم يحتاجون لإخصاب وعلاج عقبها يحملون. كيف يتم العلاج؟ العلاج ممكن إنه يتم يعني في منهم سبحان الله بعد هالنوع من العمليات يوم نسوي المنظار ونشيل هالالتصاقات يعني نقدر إنه نشيل أغلب المرض من الحوض، أكثر من 60% منهم يحملون طبيعي في الفترة الأولى 6 شهور ل8 شهور. جميل. دكتورة يعني معدلات نجاح العلاج هذه او هذا المرض بالتحديد، شو معدلات نجاح العلاج؟ اغلب المرضى اكثر من 80% تحصلهم انهم من ناحيه الالم مو بانه بيختفي بعد المنظار وشل هالمرض، بس بيستوي مثلا من انه كانت تقول لك الالم مالي كان 8 من 10 الحين استوى 2 من 10. جميل، زين، يعني هي. احسن بوايد عن قبل. طيب وهذا كم يستمر تاثيره تقريبا الاستجابة المرض؟ والله يتم يعني نسبة رجوع المرض موجودة بس مو بعالية، يعني نسبة 5-6%. طيب الآن إذا بتكلم عن مسألة مهمة اللي هي الوقاية من مثل هذا المرض، ماذا تفعل المرأة للوقاية من بطانة الرحم المهاجرة؟ للأسف ما في وسيلة معينة للوقاية منه، لأن ما في أسباب واضحة لهالمرض والإصابة فيه. طيب يعني خليني أصيغ السؤال بشكل آخر، شو ممكن نقترح على النساء أنه يسوون على أساس يخففون من أعراض أو أعراض الإصابة بهذا المرض؟ اللي أقدر أقترحه إن نحب أن التوعية تتم على المجتمع، إن النساء يوم يشوفون إنهم يعانون من آلام وايد بالحوض، آلام وقت الدورة، آلام الجماع، آلام مشكلة بالخصوبة، لازم يراجعون الطبيب، لأن يعني تسوي تصوير، وأغلب الوقت هالمرض نقدر نشوفه بالتصوير، فالأنسب شيء إن تسويها إن تتابع من وقت عند الطبيب حتى يكتشف المرض من وقت. طيب دكتورة يعني في علاجات دوم يسرون بالعشاب أو علاجات يعني الطب الشعبي اللي نحن نسميه، في شيء؟ لا والله ما في، يعني ما يعني في أعشاب معينة ممكن تساعد الوحدة؟ لا والله ما أنا دائما من كل ما أسأل أي طبيب هذا السؤال يضحك زين وما يرد علي. طيب أنا بسأل دكتور عن الأمراض الأخرى التي قد تصيب المرأة، شو أكثر الأمراض شيوعا عندنا في الإمارات اللي تعانون منها أنتم كاستشاريين أو أخصائيين في أمراض النساء؟ أكثر شيء نشوف في أمراض النساء اللي هو النزيف الحاد وقت الدورة وغير الدورة، اضطرابات الدورة الشهرية اللي هو يكون ناتج مرات كثيرة من الألياف بالرحم. هذا شيء من الأمراض. الشيء الثاني تضخم الرحم، والثالث هو انتباد البطانة الهاجرة. هذه من أكثر الأمراض النسائية اللي نشوفها بالعيادات. طيب شو ممكن المرأة تسويه على أساس أن هي تقي نفسها دائما
من هذه الأمراض شو ما كانت، يعني ممارسات صحية يجب على المرأة فعلها دائما بشكل كبير للحفاظ على صحتها. سبحان الله، يعني مثل ما قلت لك إن ما في شيء معين أو نصيحة إن أشياء تمنع حدوث هالمرض، لأن أكثر شيء هو بالعوائل وبالجينات وكذي، بس اللي ننصحه ونتمنى إن المرضى يكونون على دراية ووعاية بهالأعراض، الاضطرابات الدورة والآلام بالحوض، فإن أكثر أحسن شيء إن يراجعون عند الطبيب ويراجعون عند الأطباء المتخصصين في هالمرض. جميل دكتورة، يعني بس أنا أذكر بأرقام الهواتف عندنا اللي هي 600551414 ومن طريق الرسالة النصية على 4006. يعني خيارات العلاج إذا كانت الوحدة بتحاول أنها تحمل وهي يعني عندها مرض البطانة المهاجرة، أنت قلتي ممكن تحمل، شو هي خيارات العلاج إذا كانت تبغي تحاول أنها تحمل؟ إذا المريضة حاولت أنها تحمل وما قدرت عقبها سوينا التحاليل واكتشفنا أن عندها هالمرض، عندها خيارين يكون حسب وضع المريضة، حسب التصوير، حسب يعني الحالة كاملة بشكل عام، نشوف أن هل هالمريضة تحتاج نسوي لها عملية، يعني يكون عندها خيار العملية أن نسوي العملية، نشيل الالتصاقات، نشيل الأكياس اللي على المبيض اللي هي ممكن تكون مؤثرة على الفانكشن حق الخصوبة. إذا شفنا إن هالمريضة ما تحتاج العملية ننصحها إنها تراجع دكاترة الإخصاب، فتصير عندهم ويعطونها الإبار وتنشيط البويضات وتجرب الحقن المجهري وكل هالأنواع من الإخصاب. جميل دكتورة، الخدمات اللي تقدمونها في مستشفى لطيفة في هذا المجال شو هي أبرز الخدمات اللي يتم تقديمها في مستشفى لطيفة غير جراحة المناظير؟ مستشفى لطيفة عندنا قسم الولادة اللي هو معروف مستشفى لطيفة، من أكبر من مستشفيات المين بالدولة حق الولادة، وقسم النسائية اللي هو الحين صار متميز بهالخدمة. عندك فكرة كم عملية تسوون أنتوا، عمليات جراحة المناظير يوميا ولا شهريا أو من فتحتوا المجال؟ والله تقريبا كل يوم نسوي 3-4 عمليات. وكل عملية كم تأخذ تقريبا دكتورة؟ ساعتين تقريبا. طيب هذه الساعتين دكتورة الآن إذا كان ما قبل المناظير وبعد المناظير، يعني قبل شو كانت حالة المريضة، كم تستدعي أنها هي تقعد في المستشفى، وبعد المنظار كم صار الاختصار وكم صار المجال لي خروج المريض بشكل أفضل؟ نعم قبل المناظير كان المتعارف أن العمليات تكون فتح بطن، فالشيء الأضاف للمنظار في العلاج أن استوت أن هالعمليات بتأهل المريضة أنها ترجع لحياتها الطبيعية بسرعة، الآلام ما بعد العملية تكون وايد أقل مقارنة بالعملية اللي هي فتح بطن، وهذا نسبة النزيف وقت العملية نفسها أقل بالعمليات المنظار، لأن مثل ما تعرف يعني ما نفتح البطن، تكون بس بأدوات كل أداة 5 ملليمتر تدخل بالبطن ونشتغل فيها، فنسبة النزيف أقل، رجوع العملية المرضى أقصد لحياتها مثل ما قلنا يكون أسرع، المعافاة أسرع، ما يكون في جرح كبير فما في مشاكل إن الجرح التأم ما التأم هالمشاكل، فالمرضى كثير حتى آلامهم تكون أخف بعد العملية. جميل دكتورة، يعني قبل أختم معاك البرنامج ما أدري في عنا مداخلة. إسماعيل، الو السلام عليكم. يا هلا اسماعيل. الحمد لله. لا بغيت اسال الدكتوره اخوي. تفضل. لا يعني الحرمه اللي استوى لها نزيف في الانبوب وسوى لها عمليه تقدر تنجب مره ثانيه ولا لا؟ طيب انا دكتور عندك اي سؤال تبغين توجهينه؟ اي حرمه هي اللي احنا تكلمنا عنها ولا عموما؟ لا 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 هو يسال سؤال الحين اذا 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 المراه صار لها نزيف في الانبوب، قلت لاسماعيل ها؟ ايوه في الانبوب. في الانبوب سووا العمليه وقالوا تقدر تستحمل مره ثانيه. هي بس شو كان سبب النزيف؟ هل كان حمل خارج الرحم؟ اي خارج الرحم.
طيب تسمع الإجابة ونختم البرنامج مع مكالمتك اسماعيل. جزاك الله خير، شكرا. تفضل دكتور. أخ اسماعيل، الحمل خارج الرحم اللي هو يكون بالأنبوب، وأجريت العملية وشلوا الأنبوب غالبا، فنعم تقدر تحمل لأن كل حرمة عندها أنبوبين، فعندها نسبة حمل أكثر من 80% بواسطة الأنبوب الثاني إذا هو سليم ويشتغل نورمال. طيب دكتور، نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، أدري عندك كلمة أخيرة تبغين توجهينا للمستمعين، للنساء بشكل عام، ما أدري شو تبغين تقولين ككلمة أخيرة، يمكن أنا محور نسيت أتطرق له. والله صراحة بس ممكن أقول لهم إن الحمد لله الحين صارت عندنا هالكفاءات في دبي في مستشفى لطيفة، نسوي هالنوع من العمليات اللي صعبة اللي الناس تسافر لها حتى تحصل هالنوع من الكفاءات. فالحمد لله إن صار عندنا، فكلهم إن يعني أتوقع هذه فرصة زينة حق كل المرضى إنهم ينتهزوا هالفرصة بدبي الحين. جميل دكتورة، يعني أول شيء أنا شاكر لك وقتك على اللي قضيتيه معانا في هذا البرنامج. دكتورة رزان عادل ناصر، أخصائية نساء وولادة في من مستشفى لطيفة بقسم الأمراض النسائية وجراحة المناظير، صح؟ نعم. شكرا لك دكتورة. شكرا، وإن شاء الله نشوفك في الأيام الجاية بعد كذلك. شكرا، بالتوفيق. أيضا مستمعينا، بس قبل لا أختم أبغى أذكركم أن موعد التأمين الصحي ينتهي مع نهاية هذا العام وبداية العام الجديد، سوف تكون هنالك غرامات ستفرض على من لم يقم بتأمين العمالة المنزلية عنده. باختصار، أي شخص عنده إقامة سارية المفعول في إمارة دبي عليه تأمين إجباري. في الختام نشكر فريق الإعداد عندنا والتنسيق، فريق الإعداد ما بين نور نزال، وأيضا عندنا حمد المعيوف في التنسيق، في الإخراج ناصر محمد سليم، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.